السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قرية الزريقي التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية. نتحدث الآن عن قرية الزريقي. التاريخ 17 فبراير 2020. المدرسة الابتدائية، مباني القرية، المدرسة الابتدائية بجوارها الوحدة الصحية ودار ضيافة ومسجد. ما زلنا في قرية الزريقي. هذه إحدى الشجيرات. طبعا هذه جولة في وسط المحاصيل الشتوية. اسمعني، يعني الشجره دي مثلا لانتاج الزيوت، اصل هي عامله لها اسمار زي الـ زي زي, زي التوت كده. الزيوت ديت اللي هو بتاع الجاتروف. لا ما انا عارف الزيتون. طب يعني الراجل زرعه ليه الشجر ده؟ لكن هو مش انتاج الزيوت ولا حاجه. ادي لك اسمها. حاضر اكتب لك اسمهم. لا ليه يا عم، ده الرسول عليه الصلاة والسلام. اوعى تكون يا اخوان يا خايب. جيبوس انت فاضي يا عم الحاج. انت سيادتك مواليد كام؟ 58. خدمت الجيش؟ سنة 79 طلع 81. والله كنت سلاح ايه سيادتك؟ كنت سلاح مدفعية. كنت سلاح مدفعية. كان جيشك فين؟ في اسنا اسوان. اللهم صل على النبي. اسم جيت هنا في مطار البقليه سنه 79. انا جيت هنا سنه 80. سنه 80. طيب انت راجل خدمت القوات المسلحه وخدمت مصر. تقول ايه اللي بيشتموا الجيش المصري واللي بيهنوا القياده السياسيه؟ لعنه الله عليهم وعلى ابوهم وعلى اللي جابوهم كلهم. اللي خدم في الجيش ويعرف قيمه الجيش المصري عمره ما يهين الجيش المصري. لا لا، الجيش المصري ده عالم. علم مصر. احنا جيشنا معدود من اول 10 جيوش على مستوى العالم. هو جيشنا يعتبر اول جيش في العالم. لا هو له ترتيب. هم هيطلعونا الاول والاخر. لا احنا مثلا في القوات البحريه الثالث. في قوات المدفعيه. فلكن يعني سامع احمد موسى وهاب جول. بس هم عمرهم ما يطلعونا الاول. لا بس طول بقى. ما هو ده احنا ترتيبنا اما يكون العالم 144 دوله او اكتر، واحنا ترتيبنا في العشر الاوائل، يبقى حاجه ممتازه. احنا 9 كمان مش 10. طيب جميل قوي. فانت تشكر ان يا رب يحفظ مصر ويحميها. يا رب تحيا مصر. تحيا مصر تحيا مصر. شكرا يا ريس. تحيا السلسله. شكرا شكرا. شكرا.
المزارعين يأتون من الحقول ذاهبون إلى بيوتهم كما نشاهد. هذا ما لدينا. إن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك بالقناة لدعمها، وشكرا.